ولكن من واقع تجربة الموت ليس مخيف. الموت ليس مخيف، وليس شيء مو متعب. لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب. الأطباء كانوا مجتمعين، هل تعود مناهل الحياة أو لا؟ لي شو كان وضعكم بهالدقيقتين؟ كان نهاية، توقف تماماً. كانوا الأطباء حالة ذهول، كنت ألاحظ عينهم وكل واحد يبارك للثاني رجوعي إلى الحياة. أف، كنت واعي بهاللحظات بالدقيقتين أنت وقلبك وقف؟ إي نعم. وقف وقف؟ إي. وكنت عم بتشوفي شريط الحياة كله، نعم. وكل الوصف اللي وصفتي لي إياه قبل شوي. كان سمعي أكثر بعشر مرات أضعاف من السمعي العادي. كنت عم تسمع شو عم بيصير حواليك؟ كنت عم تسمع الأطباء؟ إيه. بهاللحظات الأطباء شو كانوا عم بيقولوا؟ أنا ستوب ستوب دونت ميكس مور. ليش؟ لأنه خلاص قال لي ستوب، أنه لا تعبونها أكثر، خلاص ماتت. فكنت أسمعها. كنت عم تسمع عم بيقولوا مناهل ماتت. أف. أنا وتعت أول ما فتحت. لما أنت عم تسمعي مناهل ماتت وأنت قلبك وقف، كنت قادرة توصلي؟ كنت أقول لا، ما فيني أقول إشارة حياة، أنت طبياً متوفاة، أنت طبياً قلبك وقف والأطباء كلها بحواليك عم بيعلنوا وفاتك. ما كنت قادرة أتكلم. الشيء الوحيد اللي كنت فقدتنا قدرتي على الكلام. قدرتي على الكلام في هذه الرحلة اللي أنا لحين مو مستوعبة إن هي تؤمن الكلام، ما كنت قادرة. أنت عم بتقولي بهاللحظات كان في سكينة؟ في سكينة وفي طمأنينة وفي سلام، في راحة. طيب ليش كنت بدك ترجع إلى الحياة الصاخبة يلي ما فيها طمأنينة، ما فيها راحة، فيها وجع، فيها ألم؟ ما وجدت رسالتي، ما وجدت رسالتي، وما كنت أبوي أخيب ظن أمي اللي كانت هي كل الأمل للحياة. كيف رجعتي للحياة؟ رجعت للحياة أعتقد ولدت من جديد، كانت النقطة المفصلية هي لحياتي. لولا رجوعي لهالحياة ما كنت أنا. كيف رجعتي؟ كيف انتقلتي من قلب وقفة دقاته، وقفة نبضات القلب، إلى قلب ينبض من جديد ويعود إلى الحياة من جديد؟ في البداية كنت تحت كوما صناعية، يعني كنت في الآي سي يو لمدة 2 weeks، فكان ترجيح كفة الموت أكثر من الحياة. فرجعت إليها بمعجزة، بمعجزة ودعاء الأهل. كيف توصفي للموت؟ شيء مو يخوف. باختصار شيء مو يخوف. أنا اليوم الوقت اللي أذكر الموت أبتسم. الناس بتخاف من الموت، الناس بتخاف من المجهول، الموت حق. نعم. ولكن الناس بتخاف من المجهول. الإيمان بيساعد الناس أن تتصالح مع فكرة الموت، ولكن ولكن الموت هو المجهول، هو لأنه عرف. هم عرفوا الموت إنه شيء يخوف، ولكن من واقع تجربة الموت ليس مخيف. الموت ليس مخيف، وليس شيء مو متعب. الموت مو متعب ولا مخيف. توقف قلبك دقيقتين، ولكن توقف القلب عن تداعيات، أي تداعيات وعيتي فيها بعد ما توقف قلبك؟ أنا لليوم هاي الإيد عندي فيها ثقل، نتيجة لأن كانت النبضة في بداية هاي، فما أستطيع أن أحمل فيها شيء آخر. نظري تراجع كثير نتيجة هاي النبضة، فتراجع بصري، هاي سايد إفكت إلى الدواء. التداعيات اللي في حياتي صابتني إن كنت طالبة بكالوريوس هندسة معمارية في الجامعة. وقت رجوعي إلى الحياة، إني رجعت إلى الحياة بمارس حياتي من جديد. رجعت إلى الجامعة ولكن الدكتور الجامعة رفض توقيع إجازة المرضية وإعادة ما فاتني من دروس وامتحانات. وكان موقف الكل كان متوقع انهزام وإنه موت مناهل مرة ثانية، ولكن فاجأت الكل إني تحديته، إنه كان يقول إن أنت مكانش البيت أو المستشفى.
بعد الولادة بثلاثة أيام إن خبروا الوالدة إن بنتك مصابة بمرض يسمى فقر الدم المنجلي. على أي أساس أطباء كانوا يتوقعوا إنك بدك تتوفي بعمر 40 يوم؟ نتيجة قراءات طبية، نتيجة تحاليل في الجسم، قراءات في الدم، ولكن معلش أنت كطبيب عندك هذه القراءات وعندك هذا العلم، ولكن أنا أشوف لا يجوز إنك أنت تحدد رقم ولا ساعات. حددوا 40 يوم هو الوفاة. بعد الأربعين كبرنا، وصلت إلى عمر السنة بعد قالوا لها أنا ما راح أكمل سنة، وكملت السنة، كملت السنتين وقالوا ما راح أكمل. 5 سنوات اتعرضت إلى انتكاسة صحية، وكانت انتكاسة شديدة، وكان الفارق ما بين هاي الانتكاسة وعيد ميلاد الخامس 2 أسبوع. فكان الطبيب يخبر أمي إنها تحتاج معجزة إنها هي تعيش 24 ساعة إضافية. الوالدة طلعت من المستشفى وكان الكل ينتظر هزيمتها وتجهيزها إلى الدفن، ولكن قامت بشيء أني لازلت ممتنة فيه لهذا اليوم. أعتقد هو بذرة الأمل اللي مزروعة في المناهل، أعتقد هو سبب من أسباب الحياة بهذا التفاؤل وهذا الأمل. طلعت من المستشفى توجهت إلى أقرب مأتم، عادة يحطون يعلقون مثل الزينة قطع من القماش، فهي أخذت أكبر قطعة قماش وفصلتها فستان، واللي اللي خيط هاي الفستان هو جدتي. قالت هاي نذر لله، نذر إذا طلعت من المستشفى مناهل بلبسها إياه وبتحتفل بعيد ميلادها الخامس على الفستان. خيطوا الفستان مشان تحتفلي فيه بعيدك الخامس بالوقت الأطباء يلي قالوا مناهل مش ممكن تحتفل بعيد الخامس. نعم. بعدك اليوم محتفظ بهذا الفستان اللي هو بيعطيك القوة. أخو عمره 35 سنة. أي مشاعر عم تنتابك هلأ لما ترجعي تلمسي هذا الفستان يلي هو شكل بالنسبة إليك رمز لانتصار الحياة على الموت؟ أي كثر أنا إنسانة محظوظة إن الله وهبني أم هالكثر واثقة بالله وعندها هالكثر أمل اللي زرعته بداخلي. أي كثر أنا إنسانة محظوظة. وهاي الفستان معروض في جاليري في البحرين، أشارك فيه في أعمال فنية. للأمانة ما كنت واخده إليكم لأني كان موجود في جاليري ملتزمة فيه بوقت، بس إن الجاليري كان على طريق المطار. جبتي معك وجبتي؟ إيه، مريت الجاليري كانوا مو للحين كلوزد، فاتصلت فيهم قلت لهم تعالوا افتحوا الجاليري وخذيته. كانوا يقول لي ان راعي المعرض بيجي يعني بيفتتح وما موجود. قلت لهم معلش بس لازم الناس تشوف فخر مناهل بأمها بحظها. شو رسالة توصل لأمك اليوم؟ شكرا على كل شيء، ممتنة لوجودها في حياتي، ممتنة لأن أنا بنت هذه الإنسانة العظيمة، مش علشان إنها أمي، أي شخص يعرفها ويعرف المواقف اللي تعرضت لها ويعرف إن أي كثر هي إنسانة عظيمة.